بسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل. انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نخبة من رؤساء العالم والشخصيات البارزة خلال الفترة من 10 وحتى 13 من يناير بشرم الشيخ. وفي إطار اهتمام منتدى شباب العالم بدعم المبادرات الشبابية التي تدعم الشباب وتهتم بتدريبهم وتأهيلهم لأسواق العمل المختلفة، انطلقت مبادرة شباب البلد، وهي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة أجيال بلا حدود، وهي أول شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب. وتعد تلك المبادرة هي النسخة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية المهارات وربط شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب حول العالم بفرص التوظيف وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي بحلول 2030 من خلال ربطهما باليونيسيف والاستفادة من وجودها الميداني وقدرتها على حشد القوى الشبابية. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قالت إن العمل المشترك هو الوحيد القادر على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، منوهة باهتمام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ برامج عديدة ومتنوعة للتنمية المستدامة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أن 58% من سكان مصر تحت سن 30، وتبلغ نسبة إسهام الشباب في سوق العمل 38%، مؤكدة أن الاهتمام بالشباب على رأس أولويات الحكومة المصرية لتعزيز مشاركتهم وتوعيتهم وصقل مهاراتهم وخلق بيئة مواتية للابتكار والبحث العلمي، لافتة إلى أن التعليم لا ينتهي بالحصول على الشهادة الجامعية. وتؤكد الدولة المصرية دوما على التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتحقيق تكامل الجهود التنموية ودعمها في كافة المجالات، وعلى رأسها تنمية قدرات الشباب وتمكينهم. لذا تعتبر مبادرة شباب البلد والتي تستهدف دعم وتنمية قدرات الشباب في مصر من ضمن طموحات الحكومة المصرية، لأن تنمية الشباب هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة المصرية بقوة، ويعد محورا رئيسيا من رؤية الدولة التنموية 2030. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لآخر فقراتنا الحوارية في هذا الصباح. وبالطبع مصر لديها الكثير والكثير من المقومات والإمكانيات السياحية، لديها إرث ثقافي وحضاري وتاريخي ممتد في جذور التاريخ، وبالتالي كيف يمكن أن نستغل هذه المنتديات العالمية في تسليط الضوء على المقومات السياحية التي تتمتع بها الدولة المصرية بالطبع في ظل الجهود المستمرة لتحقيق هذا الأمر وتنشيط السياحة في مختلف المحافظات المصرية في الحقيقة، والخطة الواضحة للدولة المصرية للنهوض بالمتاحف وغير ذلك من الجهود اللي بتجري على أرض الوطن. وبالتالي كيف يمكن استثمار هذا العدد الكبير من المشاركين في منتدى شباب العالم للترويج للسياحة المصرية؟ هذا الأمر سوف نناقشه مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الأستاذ حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى منصات مزود خدمات السياحة والسفر. برحب بحضرتك أستاذ حسام. أهلا وسهلا. يعني اسمحنا في البداية، اللي هي هذه ربما المظاهرة العالمية أو هذا الحدث العالمي بالطبع في شرم الشيخ، كيف يمكن استثماره من الناحية السياحية بالطبع وترويج للمقومات اللي بتتمتع بها الدولة المصرية؟ هو الحقيقة المؤتمر ليه طبعا أهداف كتير، إحنا هنركز أكتر على إزاي المؤتمر ده هيفيدنا من ناحية التسويق السياحي، وهنعمل ده بإن إحنا ناخد المؤتمر نحطه على ماركتينج فريم ورك اسمه STP أو Segmentation Targeting Positioning. السيجمنتيشن يعني ان انا اقسم المستهدف بتاعي للشرايح، فتعال نشوف الشرايح اللي بيخاطبها المؤتمر وازاي الشرايح دي ممكن تفيدني كسياحة. اول حاجه الشباب، فهنتكلم هنا عن شباب، يعني عميل عمره طويل هقدر ان انا اسوق له الخدمات السياحيه بتاعتي مره واثنين وثلاثه، يزور مصر مره واثنين وثلاثه على مدار عمره، مش مره واحده وخلاص. وفي نفس الوقت الشباب معروف ان معدل انفاقهم بيكون عالي اكتر من الناس السينيورز او الكبيره في السن. الحاجه الثانيه المؤثرين. المؤثرين لما يجوا يزوروا مصر في حدث زي دوت، او حتى ان هم يقدموا على الابلكيشن حتى لو ما تقبلوش بس هيتابعوا المؤتمر بعد كده، فدول هيساعدونا ان احنا ننشر الموضوع بشكل اكتر.
اي بوست بينزلوه على السوشيال ميديا عندهم على البلوجز او المنتديات بتاعتهم هيؤدي ان الناس في بلدهم يشوفوا مصر بشكل اكتر. من بنتارجت 196 دوله، فلو كل دوله فيها 20 مؤثر بس فحضرتك تتخيل الريتش يبقى عامل ازاي. احنا جالنا 500,000 ابلكيشن على المؤتمر، العدد اللي جه اقل من كده بكتير، لكن النسخه دي فيها حاجه مميزه جدا ان فيها المشاركه التفاعليه اونلاين. يعني حتى لو انا ما قدرتش احجز الكرسي وان انا اجي احضر المؤتمر على ارض الواقع، فانا اقدر اشارك في الفعاليات بتاعته اونلاين. فستيل انا استفدت من 500,000 ابلكيشن، مش بس الناس اللي جت مصر هنا. الشريحه الثالثه بنتكلم في المؤثرين من السياسيين والحقوقيين، فهنا عن طريقهم انا بقدر احط البوزيشننج بتاع مصر في حته مختلفه، ان مصر بلد امن، بلد سلام، بتهتم بالحقوقيات. فاقدر اغير الصوره اللي اتصدرت عن مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا، وده طبعا هيفيدنا سياحيا بشكل كبير جدا. الشريحه الرابعه وهي الشركاء، والخمسه الميديا. الشركاء زي شفنا الامم المتحده، شفنا منظمه الصحه العالميه، شفنا كمان منظمه الصحه العالميه والامم المتحده، المؤسسات الدوليه مشاركه بالفعل الدوليه والمؤسسات والبنك الدولي كمان تمام. ودي حته مهمه جدا. واخر حاجه كانت الميديا، دي الحته بتاعه السيجمنت، الشرائح اللي انا استهدفتها. تمام. نيجي للحته الثانيه التارجتنج، انا استهدفت مين من الشرائح دي؟ استهدفت الناس اللي مهتمه بالاحداث، المؤتمرات العالميه، بناء النتورك وشبكه العلاقات بتاعتهم، القضايا بتاعه المؤتمر، المؤتمر بيناقش. عشان كده نجحت ان انا فعلا استقطبهم. ولما اقول لك في 500,000 ابلكيشن من 196 دوله، ده رقم نقف قدامه ونتامل شويه. فاحنا نجحنا جدا في التسويق للمؤتمر، والتارجتنج بتاعنا كان مظبوط. البوزيشننج بقى، وهنا يجي دور التنظيم على ارض الواقع، اللي بصدر بيه الصوره اللي انا بنيت الماركتنج كامبين دي كلها عشان بوزيشننج. تعال نشوف المؤتمر، اجراءات احترازيه على اعلى مستوى، شفنا روبوتات بتقدم طعام وشراب، شفنا روبوتات للتعقيم، شفنا روبوت بيشرح الاجراءات الاحترازيه في عرض تقديمي في اول المؤتمر، بوابات ذاتيه التعقيم، حجر صحي، اشتراط تناول اللقاح. العاملين على المؤتمر تم تدريبهم على تطبيق الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي. فانا بقول انا بلد بتراعي اجراءات السلامه. اثنين، وجهه سياحيه تحترم، المشاهد والحاجات اللي بتنقلها الميديا على هوامش المؤتمر، لا انا وجهه سياحيه لازم اكون رقم واحد في العالم. ثلاثة، بنتكلم عن دوله بتراعي الامن، السلام، الحقوقيات، فدوله فيها امان. العشر سنين اللي فاتوا شفنا رسائل دول بتمنع السفر لينا، دول بتحذر بتقول بلاش، يعني لو في حاجه تانية افضل بلاش مصر. دي رسائل وحشه جدا، عشان تتخطاها بتاخد سنين كتير. فكون احنا نشوف موسم سياحي السنه اللي فاتت و2019 بالضغط والكم الكبير ده، لا احنا فعلا نجحنا في البي ار وفي الماركتنج ان احنا نغير صوره مصر تماما. يعني طيب احنا ممكن نعد من يشاركون في هذا المؤتمر من الشباب، هم سفراء ايضا لدولهم هنا على ارض مصر، وبالتالي اكيد هيقوموا بدور يعني في الترويج لما شاهدوه على ارض الواقع، زي ما احنا بنشوف في ظل كل هذه الامكانيات اللي انت حضرتك اتكلمت عليها، ونقل هذه الصوره الحضاريه الجميله اللي احنا شفناها في منتدى شباب العالم لهذه الدول. ازاي ده كمان بيساهم بقى من خلال التفاعل المباشر، مش بس المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان المشاركين اللي موجود داخل المؤتمر ممكن يكون لهم دور اللي هم ينقلوا هذه الصوره الحضاريه على مصر. دي نقطة مهمة جدا. هنتكلم في 196 دولة شباب جم منها، شباب على أعلى مستوى، مؤثرين، رواد أعمال، شباب حقوقيين وسياسيين، فكل واحد فيهم قادر إن هو يقول الكلمة تتسمع، لو مش دلوقتي قدام. فالعدد ده من الشباب كله لما جه ويشارك الخبرات بتاعته ويرجع بلده ويحكي عنها، لا صورة مصر الدولة اللي هي عبارة عن أهرامات وجمل تتغير. لا احنا مش اهرامات وجمل، احنا قادرين ننظم حدث بالمستوى ده، وقادرين ان احنا نخاطب الفكر العالمي بلغته. فدي نقطة مهمة جدا. وفي حاجتين مهمين جدا في المؤتمر، وهو واحد، برنامج سفراء منتدى شباب العالم. يعني الشباب اللي بيجوا هنا دول مش بيروحوا خلاص، لا المؤتمر ده مش ثلاث ايام، المؤتمر ده مستمر على مدار العالم، مدار العام لحد المؤتمر اللي بعده السنة الجاية. فاحنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم ان الناس اللي جت دي هترجع بلدها بتشارك في فعاليات على مدار العام في بلدها كسفراء لمنتدى شباب العالم المصري. فمتخيل التاثير يبقى عامل ازاي؟
الحاجه الثانيه برنامج دبليو واي اف لابس او معامل منتدى شباب العالم، وده هنا بيهتم برياده الاعمال بشكل حضرتك مش متخيل. بنتكلم في ان احنا بنجمع الحاضنات الانكيوبيتورز الاكسلريتورز مسارعات الاعمال، وبنناقش قضايا رياده الاعمال وازاي مصر دوله مش بس جاذبه للاستثمار داعمه للاستثمار. يعني احنا بنوصلك بالمستثمر اللي يخليك تستارت اب ايا كانت جنسيتك ايه، ايا كانت انت في انهي قاره، ما تفرقش. فانت هنا بتبراند نفسك في حته لو نجحت فيها هتتنقل نقله تانية خالص اقتصاديا مش بس على مستوى السياح. البرنامج ده من كتر ما هم مهتمين بيه لو بصيت على اجنده المؤتمر هتلاقي ان تقريبا يوميا في ورك شوب، مش بس الثلاث ايام بتوع المؤتمر، من يوم 8 يناير بدايه المؤتمر كل يوم في ورك شوب لدبليو اف لاب بتشرح برنامج رياده الاعمال دوت، ما عدا بس يوم الافتتاح تقريبا هو الوحيد اللي ما كانش فيه. طيب خلينا نلقي كمان نظره على ما يحدث في شرم الشيخ على ارض الواقع مع الزميله ليلى عمر ايضا، ومزيد من المتابعات والحوارات من هناك ونقل هذه الصوره الحضاريه التي تخدم في نهايه المطاف بالطبع ما نتحدث عنه من جهود سياحيه وغير ذلك من الامور. اليك ليلى. نعم شكرا لك محمد. ومنتدى شباب العالم كان من ضمن النقاط اللي ركز عليها الجلسة الهامة والرئيسية، كانت متعلقة بالتغيرات المناخية والطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ التي ستستضيف هذا العام كوب 27. أيضا كانت هناك جلسة خاصة بالأمن المائي. معي في لقائي الآن من داخل منتدى شباب العالم دكتورة ياسمين عبد الله مسؤولة المكتب الفني لشركة قناة السويس للاستزراع المائي. دكتورة ياسمين صباح الخير. برحب. صباح الخير دكتورة ياسمين. بالحديث عن فكرة الأمن الغذائي وأيضا المائي، كيف تابعتي جلسات المؤتمر المرتبطة بهذا المحور واللي اهتمت بالتغيرات المناخية وتأثيرها طبعا على أشياء كثيرة يمكن من ضمنها قضية الغذاء على مستوى العالم؟ طبعا قضية التغير المناخي احنا بقينا بنلاحظها في مزارع الأسماك، لأن كل سمكة ليها موعد محدد للزراعة، فمع تغير المناخ ده أدى إلى المواعيد بتتغير، فمواعيد الإنتاج بتختلف عندنا. فده كان من أهم المحاور اللي اتكلم فيها فخامة الرئيس، إن احنا نبدأ نحاول كل واحد يبدأ بنفسه في إنه يحد من أي حاجة ممكن تأثر على تلوث المناخ. الاتجاه العالمي بشكل عام للاعتماد على الثروة السمكية كبديل عن ثروات أخرى، هذا الاتجاه كيف يمكن أن يتحقق على أرض الواقع في ظل وجود محيطات وبحار ومسطحات مائية كبيرة تغطي الكرة الأرضية وهي غير مستغلة حتى الآن؟ احنا في مشروع هيئة قناة السويس، مشروع قومي عملاق، بيميز المشروع ده المكان ومصدر المية، لأن إحنا مزارعنا بمحاذاة قناة السويس، فمصدر المية عندنا مصدر جاي من القناة. ده بيميز بيدينا فرصة إن إحنا نزرع أنواع متعددة من الأسماك، ومع زراعة أنواع متعددة من الأسماك بكميات كبيرة إحنا إن شاء يعني أهدفنا في المرحلة الجاية إن إحنا نسد جزء كبير من الفجوة الغذائية في مصر وفي أفريقيا. الخطوات اللي قامت بها مصر في هذا المجال خطوات متميزة، شاهدنا المشروعات المختلفة المتعلقة بالاستزراع السمكي وخطوات كبيرة في عدة مناطق، عايزين نشير إلى أهم هذه المشروعات وإزاي هتفيد فيما يتعلق بتوفير الغذاء بشكل كامل وبأسعار مناسبة للمواطن المصري. مشروع قناة السويس مشروع ضخم بيضم حوالي أكتر من 5000 فدان. المشروع متقسم لمراحل، مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة. إحنا دلوقتي بادئين في المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى مش بكل قوتها، فيها جزء كبير منها داخل في التطوير، فإحنا بنزرع علشان يكون عندنا منتج بجانب التطوير علشان نكون مواكبين تطور والتقدم في العالم كله. مبادرة حياة كريمة أيضا يعني كما اهتمت بالريف والقرى المصرية كان في جانب فيها مهتم بالصيادين باعتبارهم فئة هامة من الفئات، وسعت الدولة من خلال وزاراتها المختلفة لحل مشكلات الصيادين، أهمية تأهيلهم فيما يتعلق بالثروة السمكية والحفاظ عليها وأيضا يعني للصياد بالطرق الصحيحة والمناسبة.
احنا عندنا في الشركة الصياد هو اهم عضو في المنظمة كاملة، لان بدون الصياد احنا مش هنعرف نشتغل. لو الصياد ما نزلش المية احنا بقينا في مشكلة. فاحنا بمحاذاة مبادرة الرئيس لحياة كريمة احنا كمان وفرنا لهم حياة كريمة في الشركة، وبدأنا بانشاء مباني اعاشة وتوفير لهم كل الخدمات الصحية والمعاش وكل سبل الراحة، علشان الصياد ده بيكون موجود عندنا في المزرعة حوالي أكتر من 15 يوم. ففي ال 15 يوم دول إحنا بنوفر له حياة كريمة. هل في استفادة بتجارب دولية في تطبيق فكرة الاستزراع السمكي في مصر؟ طبعا في استفادة من تجارب دولية، وإحنا دلوقتي يعني في اتفاقيات للتعاون مع دول كتير في أفريقيا، لأن إحنا بنصدر أسماك لكن مش عن طريق شركتنا، عن طريق وكلاء. فإحنا إن شاء الله بادئين في الإجراءات إن إحنا يكون التصدير للدول الأفريقية عن طريقنا مباشرة. نعم، أنا بشكرك شكراً جزيلاً في النهاية. دكتورة ياسمين عبد الله مسؤولة المكتب الفني لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، شكراً على وجودك معنا، ومشاهدينا متواصلون معكم. شكراً. عودة مرة أخرى إليك محمد. شكرا لك ليلى، وأيضا شكرا موصول إلى ضيفتك الكريمة. إذن هي موضوعات متنوعة في الحقيقة بيتم مناقشتها يعني في إطار منتدى شباب العالم، بتتناول مختلف الزوايا والاتجاهات والقضايا أيضا، سواء فيما يتعلق بالشأن المصري وأيضا الشأن الدولي، وماذا بعد جائحة كورونا ورؤية العالم للتعامل مع هذه الجائحة. يعني لو عدنا بالحديث عن أيضا ارتباط هذا المنتدى وفكرة الترويج للسياحة المصرية مع ضيفي الكريم مرة أخرى الأستاذ حسام عبد الله، وهو المدير الإقليمي لإحدى منصات مزود خدمات السياحة والسفر. مرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ حسام. لو اتكلمنا عن ما شهدناه من هذه الفعاليات وهذه الصورة الحضرية، ماذا بعد في ظل حرص الدولة المصرية على استمرار هذه الفعاليات؟ هناك مؤتمر مرتقب أيضا للتغيرات المناخية في مدينة شرم الشيخ، هناك أحداث شهدناها في الفترة الماضية أيضا بتسلط الضوء على المقاومات السياحية اللي بتروج بها الدولة المصرية. يعني هذه الأنشطة إزاي بتستفيدوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للسياحة المصرية في ظل هذه الإمكانيات والمقاومات؟ هو واضح جدا أن استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة بتنعكس في كل المشاريع بتاعتنا. يعني كل المشاريع بتاعتنا بنفكر ازاي نستفيد بيها النهارده في وقت المشروع، ونستفيد بيها كمان للعشر سنين الجايه. فمؤتمر زي منتدى شباب العالم، فهو احنا لسه في النسخه الرابعه، ولكن نجح ان هو ياخد جراوند بيز كبيره جدا، بقى ليه شعبيه كويسه، عدد المتقدمين بيزيد سنه عن سنه، عدد المهتمين من الميديا بيزيد سنه عن سنه، الشركاء يعني ما اشوف الكلمه الافتتاحيه من رئيس الامم المتحده، من رئيس منظمه الصحه العالميه، رئيس البنك الدولي، ان هو يفتتح مؤتمر زي ده اساسه مش رياده الاعمال ولكن احدى موضوعات رياده الاعمال. فلا انا شغال صح قوي، وشغال تنميه مستدامه بشكل فعال. فالطريقه دي تخلي المؤتمر، لا انا قدام ببص لايه؟ منتدى شباب العالم هو حدث سنوي براندد بتاع مصر، اكسكلوزيف لمصر، بيحصل كل سنه بيزيد عن اللي قبله، هيبقى بينافس مؤتمرات كتير. يعني الواحد كان بيغير لما يشوف مثلا منتدى السفر العربي في دبي، ليه ما عندناش احنا حاجه زي كده؟ مفيش براندد ايفنت عندنا في مصر زي المؤتمرات العالميه دي. فده فتح لنا السكه ان احنا يبقى عندنا البراندد ايفنت اللي باسمنا الاكسكلوزيف بتاعنا. الحاجه الثانيه، التوصيات بتاعت المؤتمر معتمده، يعني بعد المؤتمر النهارده الجلسه الختاميه، بعد كده التوصيات، والتوصيات دي بتعتمد في لجان الامم المتحده علشان يتابعوا عليها بشكل مستدام، وان هي فعلا تتحقق، مش مجرد ان احنا اجتمعنا في مكان واتكلمنا وخلاص على كده. الحاجه الثالثه، الحاله اللي بيعملها المؤتمر، حضرتك مش متخيل لو شاب اول مره يحضر المؤتمر او يحضر فعاليه بالشكل ده التاثير عليه بيبقى عامل ازاي بعد كده. شفت في الكلمه الافتتاحيه الشباب اللي حضر المؤتمر من النسخه الاولى بتاعته، اللي شغالين في شركات مالتي ناشونال، واللي نجحوا ان هم يغيروا الكارير بتاعهم وشفت كارير من حاجه لحاجه تانية. فانت بتغير منتاليتي شباب كامل. فاي حد بيتابع المؤتمر زي ده بشكل كويس بيقدر ان هو فعلا يتغير المنتاليتي بتاعه، ويبقى عنده السكيلز اللي تخليه كوب مع الواقع. على مستوى السياحه زي ما قلت لك، انت بتزرع رسائل، بتزرع رساله ان مصر بلد سياحيه، مصر بلد امن، مصر بلد بتراعي الاجراءات الاحترازيه، بدليل ان رئيس وزاره الصحه العالميه نفسه بيفتتح مؤتمر في كثافه الاعداد دي، فمعنى كده ان العالم واثق فينا ان احنا نقدر نحافظ على السياح بتوعنا. مصر بلد رياده اعمال، مش بس جاذبه للاستثمار، انا بدعم
الاستثمار. فانت لو عندك مشروع تعالى شغال في شركه كبيره، اقنع الادارات بتاعتها وافتح في مصر. الرئيس السيسي في احدى الورك شوبس الجانبيه او النقاشات الجانبيه اتسال السؤال ده من احدى العاملين في احدى الشركات الالمانيه اللي عاملها في الصناعه، وقالت له احنا عايزين نجذب الاستثمار بشكل اكتر، وقال لها احنا شغالين على ده بكل قوتنا، مش بس على مستوى الوزاره، على مستوى انا شخصيا مفيش قاعده مفيش سفريه بسافرها بره غير وبصمم ان انا اقابل رؤساء الشركات العالميه واعرض عليهم الاستثمار في مصر. اتكلم على محور قناه السويس على البحر المتوسط وعلى البحر الاحمر، وازاي ان احنا بنعمل قوانين او تشريعات خاصه بالمنطقه دي بحيث انها تتناسب مع الاستثمارات العالميه. اتكلمنا عن WYF Labs، ان ازاي ان انت رياده الاعمال، يعني حتى لو انت شركتك صغيره ما تدورش على اكسلريتورز بره، تعالى وكلم WYF Labs وهم يدوروا لك على الفي سي او الفينشر كابيتال المناسبه، الاكسلريتور الانكيبيتور اللي تساعدك ان انت تكبر البيزنس بتاعك وتكبر. تمام، براندنج على كل الجبهات وكل ال. طيب لو اتكلمنا كمان استاذ حسام، وده يمكن السؤال الاخير لحضرتك، عن فكره التكامل كمان بقى اللي هو موجود. يعني احنا بنتكلم عن سياحه مؤتمرات، عندنا سياحه دينيه، سياحه ثقافيه، سياحه اثريه، سياحه شواطئ، يعني في تنوع، وممكن ده كمان ممكن يجتمع في هذا المنتدى. يعني كل هذه المقومات يمكن بنلاقيها عندنا. السياحه طبعا هتلاقي اكيد شاطئيه، ثقافيه، ترفيهيه، يعني حاجات كثيره جدا موجوده. فكره التكامل انت شايفه ازاي الدوله بتتعامل معاه، وازاي احنا نروج ليه بحيث تكون سلسله متكامله مع بعضها البعض؟ علقت على ده اكتر من مره. فعلا مصر مؤخرا اختلفت تماما الاستراتيجي بتاعتها في الترافل ماركتنج. يعني الاول كنا معتمدين على ريجن معين، احنا ناجحين جدا في استهداف السوق الروسي او الاتحاد السوفيتي عامه، ناجحين جدا في ده وعندنا اعداد تكفينا، مش محتاجين ان احنا نتارجت اي سوق تاني. ولكن بعد 2016 وتوقف السياحه الروسيه لمصر بدات تدي الارم عندنا، لا احنا لازم ننوع السائح بتاعنا، ناخد من دول مختلفة. فبالتالي لو سوق وقف التاني شغال، لو سوق وقف التالت شغال، وهكذا. 196 دولة بيجوا مصر، كل واحد فيهم بثقافة مختلفة وبرؤية مختلفة، بيشوف مصر بطريقة مختلفة. اللي بيهتم بالثقافة، اللي بيهتم بالمتاحف، اللي بيهتم بالآثار، اللي بيهتم بالسياحة الشاطئية. وخلال الست سنين اللي فاتوا احنا فعلا حضرنا نفسنا لده. يعني لو المتاحف كانت كلها في القاهره، بقى عندنا متاحف في شرم وفي الغردقه. طيب فالسياحه الشاطئيه بنهتم بيها وبنهتم بالاجراءات الاحترازيه، عندنا عدد فنادق كبير جدا يستوعب اي عدد من السياح. طيب. هو طبعا الوقت يعني خلاص وقتنا انتهى. عموما انا بشكرك استاذ حسام عبد الله، المدير الاقليمي لاحدى منصات مزود خدمات السياحه والسفر. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه فقرات هذا الصباح. يتجدد اللقاء بموضوعات جديده ومتجدده ومتابعه ايضا مستمره لفعاليات اليوم الاخير من منتدى شباب العالم. شكرا لكم والى اللقاء.